الخامس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: تسوية أزمات المنطقة سلمياً. الروس يطالبون حكومتهم باستئناف الرحلات لمصر. التعليم: لا وفيات بسبب تطعيمات الالتهاب السحائي. فيديو طفلة تأكل بقدميها يحقق الأرقام القياسية. وإليكم تفاصيل النشرة. تسوية أزمات المنطقة سلمياً. فقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله مفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية بمهامها، مشيراً إلى أن التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين يتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمني والتنموي. المواطنون الروس يطالبون حكومتهم باستئناف الرحلات السياحية إلى مصر. فقد أكدت وكالة نوفستي الروسية أن 4 شركات طيران قدمت طلباً للوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة من عدة مدن روسية مختلفة. سياسة خفض الإنفاق ستمتد للهيئات والشركات القابضة، هذا ما أكده الشريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن ترشيد الإنفاق يأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالا يحتذى به في مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة. كانت الحكومة قد قررت ترشيد إنفاق الوزارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب. لا تصدقوا الشائعات. فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد أي حالات وفاة بين طلاب مدرسة عنك الابتدائية بالفيوم نتيجة تناول الطلاب تطعيمات الالتهاب السحائي. كان عدد من الطلاب أصيبوا بحالات إغماء عقب تطعيمهم، وقالت صحة الفيوم أن حالات الإغماء مجرد إيحاء نفسي، فيما أكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أن تطعيمات الالتهاب السحائي آمنة 100%، مشيرا إلى أن الطعوم بالوزارة معتمدة من منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية. فيديو يحقق ملايين المشاهدات. فقد ظهرت في الفيديو الطفلة الروسية فازيلينا التي ولدت من دون ذراعين، وقد استطاعت أن تطعم نفسها بالاعتماد على قدميها، وحصل على أكثر من 64 مليون مشاهدة، وتمت إعادة نشره من قبل النشطاء على فيسبوك لأكثر من 1.5 مليون مشاركة. السبعة الكبار في عالم السياحة على القاهرة والناس في المواجهة، حيث يلتقي كبار رجال صناعة السياحة في مصر: حامد الشيتي، سميح سويرس، حسام الشاعر، كامل أبو علي، نورة علي، ناصر عبد اللطيف، ومحمد سمير عبد الفتاح، يناقشون أزمة السياحة وسبل الحل، وهل الأزمة الحالية سياسية أم إدارية، وماذا قدمت شركة التسويق العالمية التي تعاقدت معها وزارة السياحة لحل المشكلة، وما هو المطلوب لحل هذه الأزمة. أسئلة كثيرة يطرحها الكاتب الصحفي مصطفى النجار في محاولة للإجابة على السؤال الصعب: متى تعود السياحة إلى سابق عهدها؟ المواجهة يومي الجمعة والسبت الساعة 9 مساء. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.